زوجها الكريم الشيخ سليم الدلح وعموم أسرته العريقة للشيخ عرب الدواغرق والعبدة بعموم القبائل العربية لجمهورية مصر العربية. أقدم أسمى آيات الشكر لحضراتكم على مشاركتكم لنا في هذا العزاء العريق، وحقا لكل مقام مقال، ومقال الليلة مع ملك المقامات والأكثر شعبيا على مستوى مصر والدول العربية والوطن الإسلامي. هذا القارئ الذي له لون فريد بنوعه على عرش التلاوة إن تلا بتلاوته يلتزم قوانين ربانية فرضت على قراء القرآن الكريم حين الإتقان لروعة الوقف والابتداء. وإن نظرت إلى شخصيته وجدت فيه الأدب والخلق والتواضع، وهذه صفات أهل القرآن الكريم. سنسعد مع فضيلته إن شاء الله في فجر الأربعاء القادم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم والإذاعات المصرية. نسأل الله له دائما الصحة والبراعة في الأداء والقبول في تلاوته. إنه العلم الإذاعي الكبير الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وهو أيضا قارئ وعالم. وحين يجتمع القارئ مع العالم في شخصية واحدة فاعلم أنك تسمع القرآن من أهل القرآن. يتفضل فضيلة الدكتور مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب Thank you.
كل متاع الدنيا كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا مشاهدة كل متاع الدنيا قليل كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج
مشيدا. وإذا
وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن سلك عليهم حفيظا. ما أصابك من حسنة فمن الله، سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك حفيظا. ويقولون طاعة، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله،
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. عيني حاضر الله آمين يا رب. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان
وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يقل له نصيب منها
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. تكبر الله منه وتجاهل وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا اهلا وسهلا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم يا
لا ريب فيه، لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يوم تساب فيه الرؤوس تقشعر فيه الأبدان خوفا من عظمة الجبار. ليتنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. توقفت الطيور في السماء واشتاق الجميع إلى زمزم لأنه خير الماء، وقارئنا تلا علينا بإتقان وإصغاء لما تيسر لفضيلته من سورة النساء، لأنه قارئ من ألف القراء. العلم والعالم الجليل ملك المقامات والأكثر شعبيا في مصر والوطن العربي، لأنه أسس مدرسة لها مذاق خاص على عرش التلاوة. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. في هذا الحدث التاريخي الذي تشهده عموم محافظات جمهورية مصر العربية والقبائل العربية بعموم مركز الحسنية بالشرقية ومركز القنطرة بالإسماعيلية، في ليلة تكريم أمنا الراحلة الكريمة والمربية الفاضلة حرم الشيخ سليم الجلح، نسألك اللهم لها الرحمات وسعة المغفرة. شاكر باسم الشيخ فضيلة الدواغرة والعبد الشيخ سليم الجلح، وباسم أنجاله جميعا المعلم سلمي سليم، معلم محمد سليم، أجعلي سليم، أستاذ سليمان سليم، الأستاذ إبراهيم سليم، المشاركين الحاج حميد صالح ربيع، وأسر عموم عرب الدواغرة والعبد بالقبائل العربية جميعا، أقدم باسمهم أسمى آيات الشكر والتقدير لعموم القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية وكل عمر مشايخ القبائل العربية بجمهورية مصر العربية جميعا. أشكر باسمكم إمبراطور الصوتيات الإذاعية بجمهورية مصر العربية حد سيد أبو الورد وأولاده بالاشتراك مع الحاج حسن غرني وأولاده. هذا القصر المشيد قامته قدرة مخازن فراشد حاج محمد أبو المعاطي، حاج محمد عبد العاطي بن مطرية، لؤلؤة إمارة الشرقية الحديثة السيد سالم بهيه، الخدمات الفنية
البندقية الراقية مثل أحمد الحصري، هندسة التصوير العالمية المهندس أشرف العسوي. الجمع الكريم، إنها لليلة تتشوق لها الأسماع والقلوب بعد أن أذن لي سادة أعلام المنطقة القريب شيخ عيد عبد العال والشيخ سيد صالح أن يكون اللقاء مع ضيفه الكريم وهذا العلم الذي يشدو بقوة آدائه وجمال صوته لأنه تخرج من بيت كله قرآن، والد وإخوة، إنه سفير قراء مصر بالخارج القارئ الدكتور محمد عبد البديع السعداني. يتفضل. مشكور.